أنور بيك. أهلا وسهلا. مساء الخير ناريمان. مساء النور. شهرزاد نامت؟ لا، هو لسه ما إجا. تأخرت كتير. طيب ما اتصلت؟ لا، كمان ما اتصل. حبيبي اشتقت لك. كيف كان العشاء؟ منيح. وانتي؟ منيح. ليش طولتي؟ حكينا بالمشروع واخذنا الوقت. لو شفت الشباب قديش هم متحمسين للشغل. يعني عادي تاخدي كل هالوقت بالشغل؟ وشو فيها؟ ضروري هالعشاء. وضروري انت تروح تسهر مع حبيبتك القديمة؟ لا تبلشي شهرزاد. ووداعكم كان حميمي كتير لدرجة انه ريحة عطر ياسمين معلقة عليك. بلا حكي فاضي هلأ. أنا رحت ودعها، تعشينا وبس، ركبت سيارتها وراحت على البيت. ونحن كمان حكينا بالشغل. ملاحظ إنك عم تجرحني بحكيك هذا أنور؟ خلينا نسكر على الموضوع هلأ، برأيي هيك أفضل، أحسن ما نجرح بعضنا أكثر. تصبحي على خير. على راحتك.